مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة طبيب الكمبيوتر. أنتم الآن تشاهدون فقرة عالم الهاردوير، بحيث تشاهدونها في كل أسبوع وتشاهدون فيها أيضا أجدد أخبار عالم الهاردوير. إليكم أبرز العناوين: الإعلان عن وحش MSI الجديد Z270 Good Light Gaming، وإنتل تستعد لطرح أقوى معالجاتها المكتبية بالعالم، وإنفيديا تعلن عن الجيل الجديد من حواسيب باتل بوكس المخصصة للاعبين. وفي آخر عناويننا لهذا الأسبوع، تلفاز سامسونج كيوليد يحظى بأعلى تصنيف في المملكة العربية السعودية. لا تذهبوا إلى أي مكان، ابقوا معنا. يسر MSI أن تعلن عن لوحة Z270 Good Light Gaming الجديدة كواحدة من أفضل لوحاتها. فهذه اللوحة التي تأتي من سلسلة لوحة Gaming تحظى بأفضل تصميم وأداء ومميزات. MSI ستكون مشاركة ضمن فعالية معرض Computex 2017، وسنعرف المزيد عن هذه اللوحة وباقي المنتجات التي ستعلن عنها. لكن ما نعرفه عن هذه اللوحة هو التالي: يتوقع للوحة Z270 Good Light Gaming الجديدة أن ترفع من سقف جودة وإمكانية اللوحات الأم. فمن خلال ملاحظة ما تروج له MSI، فهي تحاول أن تقول أنها من أفضل اللوحات التي صنعتها بشريحة Z270، مع تضمنها للعديد من التقنيات الحصرية والأولى في العالم مثل Killer Extend ووحدة تحكم Generation 2 USB 3.1 وأزميديا 3142 الجديدة. فإن لوحة Z270 Good Light Gaming تحقق تقدم واضح على الإصدارات السابقة من لوحة Good Light المشهورة. بعد أن كانت التوقعات والتسريبات تتحدث عن 4 معالجات من عائلة معالجات سكايليك إكس، هي إنتل تستعد للكشف عن 3 معالجات أكثر قوة والتي تأتي كرد مباشر وواضح على ما كانت تتغنى به AMD مؤخرا بمعالجة 16 نواة. رد إنتل واضح: معالج ب 18 نواة و 36 مسار. إنها الحرب يا سادة بين العمالقة الأزرق والأخضر، وكل ما علينا فعله الآن هو الانتظار لنرى ما ستؤول إليه الأمور. نحب أن نذكر أن فئات معالجة كابي ليك إكس ستأتي بمعالجين: الأول i7-7740K بأربعة أنوية وثمانية مسارات بتردد 4.5 جيجاهرتز مع ذاكرة مخبئة من المستوى الثالث بحجم 8 ميجا بايت، بينما المعالج i5-7640K سيأتي بأربعة أنوية وأربعة مسارات بتردد 4.2 جيجاهرتز مع ذاكرة مخبئة من المستوى الثالث بحجم 6 ميجا بايت. بينما على الطرف الآخر، عرفنا سابقا أنه لدينا 4 معالجات جديدة من فئة سكايليك إكس التي تضم معالجات i9-7920X وهو الأقوى ب 12 نواة و 24 مسار ويعمل بتردد غير معروف بعد، مع ذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم 16.5 ميجا بايت. كما لدينا أيضا معالج i9-7900X ب 10 أنوية و 20 مسار ويعمل بتردد 4.5 جيجاهرتز مع ذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم 13.75 ميجا بايت، ومعالج i9-7820X بثمانية أنوية و 16 مسار ويعمل بتردد 4.5 جيجاهرتز مع ذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم 11 ميجا بايت، وأخيرا معالج i9-7800X بستة أنوية و 12 مسار ويعمل بتردد 4 جيجاهرتز مع ذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم 8.25 ميجا بايت. وضعت انفيديا برنامج باتل بوكس بي سي لتحديد الحواسيب التي تحقق المعايير التي ترى فيها انفيديا انها مناسبة للاعبين لتختبر تجربة لعب ممتازة، وذلك في مطلع عام 2013. الهدف من ذلك البرنامج هو حصول الحواسيب التي ترتقي للمعايير على اشارة باتل بوكس موضوعة على الحاسوب لكي يختار فيها اللاعبون الحاسوب المناسب دون تعب ودون تركيز على مواصفاته بشكل دقيق. في ذلك الوقت كان الهدف معلن هو المساعدة في ابتكار نسل جديد من اجهزة اللعب القادرة على اللعب بدقة 4K. ثم في عام 2015 قامت انفيديا بتجديد برنامج شهادة لعب حاسوب فئة عليا مع إضافة أخرى تشمل الواقع الافتراضي. بعد هذا الإعلان عن تجديد معايير الحواسيب الحاصلة على شهادة انفيديا باتل بوكس، ذكرت انفيديا بتصريحها: حواسيب الباتل بوكس تمنح الناس كل شيء المطلوب للترقية لتجارب اللعب خاصتهم، أفضل معالج مركزي، أفضل بطاقة رسومية، ذاكرة وشاشة، كل ذلك مصمم للعب ببساطة من أجل تجربة الحاسوب الأسهل والأكثر سلاسة في العالم.
قامت مؤخرا فيديو ماجازين وهي مجلة مرموقة في ألمانيا في مجال الإلكترونية الاستهلاكية بتصنيف تلفاز سامسونج كيوليد على أنه الأفضل في السوق، وقد أشادت بشكل خاص بالابتكار الذي تتمتع به مزاياه المتركزة على نمط الحياة والمجسدة لمفهوم الأقل هو الأكثر فعالية. بعد إخضاعه لاختبارات المخبرية الشاملة، منحت المجلة Q9F ذات 65 بوصة من سامسونج للإلكترونيات 920 نقطة من أصل 1005، وهي أعلى درجة منحتها المجلة على الإطلاق. ونالت تلفاز سامسونج كيوليد هذا التقدير بفضل مواصفاته المتقدمة وميزاته الذكية وتصميمه المتعدد الجواني، بحيث تقدم تجربة مشاهدة سلسة أطلقت عليها سامسونج اسم لايف ستايل تي في أو تلفاز نمط الحياة. وقد استحقت سامسونج هذه النقاط المرتفعة نظرا لأفكارها التي لا تندرج ضمن الإطار التقليدي، فقد حسنت جودة الصورة التي يقدمها تلفاز كيوليد، وصقلت أيضا شكل جهاز التلفاز ومكوناته لتبسيط استخدامه ومنحه القدرة على الاندماج في أي منزل. وتظهر هذه الميزة التي صممت سامسونج تلفاز كيوليد المتركزة على نمط حياة المستخدمين لإعادة تعريف تجربة مشاهدة التلفزيون. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشاركه مع أصدقائك، ولا تنسى أن تشاركنا رأيك في أخبار هذا الأسبوع. إذا كان لديك أي استفسار أو أي سؤال يمكنك أن تتواصل معنا على موقعنا الإلكتروني أو على أرقامنا في الواتساب. نراكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.